شكرا السيد نائب رئيس الجمعيه المكلف بالتكوين العالي في الطوق الثالث لما بعد التدرج والتاهيل الجامعي. اولا نحب نقول لكم دروك كي نخرجوا نروحوا نديروا صوره جماعيه وراح نعطي لطلبة الدكتوراه كل واحد في فوتو سوفينير تاع هذا اليوم اللي راح نخلدوه ان شاء الله، وهذه اجمل حاجه راح نديرها لكم. هذا باش راح نبدلو دونك ان شاء الله تكون اضافه جميله لهذه المؤسسه واضافه طيبه، وان شاء الله احنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وكما قلت لكم انا نحثكم على كما قال الاستاذ بورشيبه، انا نحثكم بوكو بلوس على الصدق، الصدق في العلم ما كانش كذب، ما نلعبوش، ما كانش واحد يدير طياره طيح، يعني ما نكذبوش، الصدق اكبر حاجه هو الصدق، لازم تكونوا صادقين في اعمالكم، صادقين مع الاستاذ تاعكم ولا لازم تكونوا يكون الصدق النظر على الغش. احنا ديباسينا، انتم دخلتوا مرحله واحده اخرى، كاين اخلاق، الاخلاق هذه لازم تعرفوها، اخلاق الطالب هذا في الدكتوراه لازم تكونوا تعرفوها، لازم تكونوا على بينه منها. يعني دركا احنا عندنا مرحله اخرى ما فيهاش هذيك، او نروح ندير كيما هضرتي على حويجه لازم تفهرسها، ولا كيف تقولوا بالعربيه يا اخي داكور، دونك ما لازمش. هذه اكبر حاجه يعني ندير لكم عليها، وشفتوا يعني راح الفصل هو الفصل النهائي، يعني ما كانش يخلي بارك الله هذيك، لا لا هذه احنا في الدكتوراه اذا كنا يعني تلاشى في هذه الاحكام هذه، يعني راح المؤسسه والله راح البلاد ككل، يعني ومش غير البلاد، يعني حتى في العالم ما نجموش نكذبوا على الناس، ما نجموش نكذبوا، ما لازمش تكذبوا في هذا الوقت. دونك انا نتمنى لكم يعني مسار جامعي دونك سليم ان شاء الله في هذه 3 إلى 5 سنوات، راح تبقاو معنا، ربي يوفقكم ويكون في عونكم، ونهضر لكم حاجه لازم المثابره، وما نجموش نخدموا ديستونس انتاز الدكتوراه، وخاصه جمعه المخابر والواحد انتاز الدكتوراه سوس بربار جيستيت، حتى في العلوم الانسانيه لازم تكونوا كيف نقولوا احنا اتاكون، لازم تكونوا كيف نقولوا اوفونسيف، لو تيرم اللي راح لازم تكونوا اوفونسيف، ما تبقاوش هكيك راكدين على رواحكم تستناو الخير يطيح عليكم، لا روحوا شوفوا الاستاذ تاعكم المسلم ولا الاساتذه الاخرين تاع لا فورماسيون صح دكتوراه من قدام، يا بنيه سمعوا فيا الاساتذه تاعكم ونقول لكم قدام، لازم تكونوا اوفونسيف وتروحوا تجريوا عليهم وما تحشموا لا ديروا، كل نهار عنده مش كل نهار او عنده يعني لازم تكونوا بالعمل مش بالكسل، يعني بالعمل، حتى الاستاذ كيف يعاملك ويعطيك والعمل هذا مميز يعني وجديد حتى بالنسبه للاستاذ، بلاش عنده معلومات زايده عليك مرات، بصح انت غدوه يعني في نهايه المسار تاع الدكتوراه راح تولي احسن من الاستاذ تاعك، من المفروض احسن من الاستاذ تاعك في هذاك النقطه هذيك، يعني التخصص هذاك بالذات، يعني دونك لازم تكونوا على بينه من هذا من مشروعكم، يعني ولازم تعطيوا هذيك الاهميه وتعطيوا قيمه لنفوسكم، صح واحد ما يحترمكم ما تحترموش نفوسكم، وباش تحترموا نفوسكم بالعمل، وباش تحترمكم بالعمل وكلش بالعمل. دونك انا يعني في الاخير نتمنى لكم مسار جامعي او ما بعد التدرج الى الاحسن، وان شاء الله تكونوا لبنه حسنه للبلاد تاعنا. انا حكيت لكم قبيل عطيت لكم بعد صور عن الجامعه، وهما صور كثيره، مالكش جلنا ما يعرفش الجامعه، وحنا نحوس اترافير يعني بواسطه هذا لو سيت، بواسطه هذه لا ويب تي في، بواسطه كل
مخرجات الجامعة أنه تكون عندنا صورة أفضل، وهذا غير باش نحسن في الواحد كيف نقوله في لا كاليتي دو ترافاي، نوعية التكوين، احنا التكوين والبحث كذلك، دونك النوعية تاعكم هي احنا يعني كل الإمكانات راح نحطها، وحتى وزارة التعليم العالي بواسطة مديرية التكوين قال لكم لا دي جي ريز دي تي، هي المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي، المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي، لا دي جي ريز ديريكسيون جينيرال لا ريشيرش سانتيفيك ديفلوبمون تكنولوجي. دونك هي راح تحط إمكانيات وإحنا راح نحط إمكانيات، المخابر عندها إمكانيات تاعها يعني. وزاد العام هذا في الأيام القليلة الماضية فتحت اون دور تاع هذيك لا فورماسيون دو كور ديوري على ليترونجي، فتحت تنقل الطلبة في الخارج وخاصة انتم، وعطات داخل الوطن، داخل الوطن يعني حاجة جديدة ونثمنها احنا ومبكر النادي بها. يعني كيف احنا عندنا مؤهلات ومكونات في المؤسسات الأخرى ما استغلهاش، وحتى مش غير مؤهلات مادية، بشرية، عندك أستاذ باحث قمة دار ابحاث فيه، حبي تروح تشوف، حبي تخدم معاه السيتيرا، دونك هذه الابواب فتحناها، وكاين قرار راح يصدر، اصدر راح يصدر الفتح عليه السيد وزير التعليم، هو مرسوم، مرسوم رئاسي هذا، راح يصدر في الايام القليله القادمه، راح يدير لا موبيليتي ناسيونال، كانت عندنا بطاقتك مع لا موبيليتي وتدوير التكوينات اللي حكيت لكم عليها. احنا الطلبه تاعنا يروحوا للخارج ولا الاساتذه ولا الموظفين، الوغ الناس الاخرين ما يجيوناش، دونك بغيت كي حكيت لكم على التدوير او في هذا الاطار، يعني كيف احنا الناس الاخرين ما يجيوناش وحنا غير نروحوا، حتى احنا عندنا مكونات، واذا كان جاونا وشافونا الخطره الجايه يعرفوا واش قاعدين نديروا، احنا ماذا بينا نعرفوا واش قاعدين نديروا، وهذا النوع نقولوا له احنا une évaluation externe تقييم خارجي، احنا في نديرو التقييم تاعنا الذاتي الداخلي، بصح لازم لنا نظره خارجيه من الداخل، مش دركا التقييمات والتصنيفات اللي قلت يحكي عليهم الاستاذ بالبشير، والله حكيت لكم عليهم احنا، فالتصنيفات هي تصنيفات عبر الواقع، يعني غير على الصفحه تاعنا هذيك اللي يعرف يخدم الصفحه تاعه، الصفحة مش فيها كذب، فيها إذا هضرنا على المستوى تاع الرقمي، ولا قلت لك 1200 وش اسمه؟ مش توم يعني، كل أستاذ برك عنده صفحة توم، أحسبوا قلت عندنا حوالي 800 أستاذ، 900 أستاذ، وزيد لها الطلبة الدكتوراه، وزيد لها هذوما صفحات، يعني ال 1200 اللي حكيت لكم عليها فضل برك، بكم أنتم تولي شوية 1500 ولا تعدي بالك شو العمل. دونك يعني التصنيفات هذه كل عن طريق صفحة الويب تاع الجامعة، وحنا اللي هي نخدم عليها في كل أعمالنا، يعني كل يوم فيها جديد هذيك الصفحة، وحنا راح كل يوم يعني في إطار الرقمنة تاع المؤسسة شغلنا الشاغل، وقبيل كي هضرت على البروجي اسمه مشروع المؤسسة، مؤسسة الجامعة تقلب، مؤسسة الجامعية، هو داخل غير في رقمنة المؤسسة. أكبر حاجة بيان سور، وتطوير وتطوير التكوين وفتح مجالات أكثر جاذبية في التكوينات، خاصة التكوينات المهنية اللي تكون عندها أن امباكت ديريكت في على المجتمع. دونك أملي كبير أنكم تكونوا لبنة حسنة لهذه المؤسسة في البلاد ككل، وعندنا قطب الابتكار، نسيت ما قلت لكمش للناس الخارجيين، عندنا قطب الابتكار، وقلت الأستاذ هضر لكم على البروفي، البروفي عندنا جو بونس هما تندمجوا، تشوف مع عندنا ان سونتر يقولوا سونتر دابوي على تكنولوجي اي لينوفاسيون. كاتي هو اللي يتبع مع هذه المعهد الوطني الجزائري للملكيه الفكريه والله الصناعي 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 اللي تبع وزاره الصناعه اللي يديروا فيه لي بروفي، هو اللي يدير لكم لي بروفي اذا كان عندكم لي بروفي، يعني هذا الشيء لابينا دايرين يعني
باش نعطيكم فرصه يعني داخليه باش حتى يعني تمشوا. احنا عندنا انكيباتور حاضنه مشاريع عندنا في الجامعه اللي هي عندها عامين دركا، وحنا دركا راح في الايام القليله القادمه راح يبداو في المشاريع الجديده ومسابقات وطنيه تجرى باش نحتفظ هذه المشاريع. دونك وهذه المشاريع قادر نحتفظها باش نخرج هذاك كيف نقولوا البروتوتيب ولا اي حاجه يعني مشروع الواحد باش يخرج الوجود، وقادر حتى نحتضنها يعني كمؤسسه داخل المؤسسه داخل الجامعه حتى ثلاث سنوات عامين عامين قادر تكون عندنا داخل المؤسسه. يعني واحد عنده مؤسسه داخل الجامعه احنا نمولوه ونوقفوا له ونديروا له التسويق وهذيك وكلش غير باش نقولوا له روح انت طريق يعني هذو كل المكونات عندنا في الجامعه. وحنا من الجامعه السته الاولى اللي دارت هذه الحاضنه يعني باش تكون الصوره دركا وصلت 44 حاضنه في الجزائر. يعني دونك يعني لازم المكونات هذو الكل تعرفوا وهما اللي قلت لكم حاجه زايده ليكم وتساعدكم. وعندنا بعض التقنيات وسي لازم تحفظون من الدروس في هذا المركز. نقول له احنا البروكور قطب الابتكار من تحت دروس في تقنيات البحث عن العمل، في التقنيات الاخرى العلميه، في التقنيات حتى خارجيه يعني يبدهم. دونك لازم تبعوه. واللغات شتوها شتو واش قال لكم عليها، يعني يخصك نقطه تروح تروح مش تعاود تراتربي ولا هذاك فيها لا تراتربي لا والو. فهمتوا؟ دونك يعني اللغات عندنا مركز اللغات لازم يعني يكون عندكم درايه عليه. انتم لازم تكون لغات، لازم العالم هذا لا فرنسيه لا عربيه. هذاك كل كان يحكي لي الاستاذ البشير اكشتو دونك اللغه الام هي اللغه الانجليزيه الحق ولا نكره. دونك لازم تكونوا ويكون عندكم تكوين في عدة لغات. حنا حوالي 9 لغات اللي ندرسها هنا في الجامعة، عندنا الإنجليزية، الفرنسية، العربية من اسمها، التركية، الشينوية، الروسية، الإسبانية، شنو؟ الألمان، إيش نقص؟ اللي راح وراح. الإيطاليان. هذو كل لغات ندرس في مركز التعليم المحدد للغات. وهو بالصوار هذا مش بلاد هذيك بالك ناقص لكم السوق. وحنا راح نزيد نطلع له في الواحد تاعو وراح نحاول باش نرجعه هو هذا ندير له لوتر فاسيت في التعليم عن بعد. في التعليم عن بعد عندنا مشروع مشروع اوروبي اسميه ايلان. هذا اللي للتعليم عن بعد اللغات الاجنبيه. احنا داخلين في هذا المشروع فيه عدة جامعات في حسب تحت 6 جامعات انطلق في ديسمبر 2020 برك يعني هو جديد حديث المعهد. هذا المشروع الاوروبي اللي احنا مشتركين فيه. دونك نبقى غير نتمنى لكم النجاح والتوفيق في اعمالكم ونشكر كل الاخوه من اساتذه وموظفين وعباد الذين قاموا وخاصة كل اللجان اللي سهرت معنا يعني منذ دركا حوالي 3 أشهر باش يعني قمنا بهذيك يقولون المسابقات اللي جرات في الجامعة منذ 6 مارس. ها؟ في عز الكوفيد. في عز. لا لازم ياكو بين نجيب هذا مودي فورماسيون. جيت فورماسيون. مارس. مارس العام تاع. نهار الناس خايفة من الكوفيد كان في الأساتذة والحاجات العلمية والإدارية صح صح. لا ترجعها باش يخدموا مارس كيما كان مارس الوقت هذاك. مارس صح واحد الريح ما تخافوا من كاين ناس يخافوا يخدموا جاو دونك نشكر جزيل الشكر كل اللي جان لا نهضر على تحضير المسابقه. انا ما نهضرش على لجنه التكوين هي مولات المشروع يعني رئيس المشروع وجماعته يعني كيف من هيئه كلهم في موظفين اساتذه وموظف في الجامعه سان بلوك كل لجان من حراسه نحبي النظر على الامتياز
الامتحان المسابقه واللي كان عندنا هاجس كبير. انزل نقول لكم انا ما نرقدش وما يرقدوش معايا حتى جماعة الاخرين ما خليتهمش يرقدوا غير باش تفوت هذه المسابقه لاول مره في الجزائر وانتم على بالكم. وحنا عندنا تعليمات صارمه من اجهزه الدوله مش غير من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. شفتوا قداه مولفين هذه المسابقه تجرى في اكتوبر نوفمبر العام هذا حتى الماس من الهاش تاع الكوفيد والعدد. احنا عمرنا ما استقبلنا في المسابقه قريب 20,000 طالب. احنا كنا نوصلوا العام تاع اكبر عام وصلنا له وكنا كيف نقولوا ريكيزيسيونينا سخرنا يقول لكم سخرنا بيد المعلم كامل الماء يعني الناس بكل وضع امكانات ماديه وبشريه على 4500 عدد. او على بال من الاساتذه هنا والمسؤولين معايا 4500 حبسنا الجامعه كامله غير على 4000. ما بالك من العام هذا 18,000 كيما ما يحبوناش الرعب كيف ما تبقى لنا شفويه كيما ما هذاك ما يكش ما تبقى لنا شي توكسيكاسيون. احنا عندنا 1000 نوكلوهم كل واحد 1000 واحد كل ست نوكلو 1000 واحد 1000 واحد ما عند قداه رسترون فهمت. لكن انتم تشوفوا غير والناس يباتوا ويظلوا او ما يخرجش حتى يخرج الورقه كيف تقولوا له محضر المداولات ولا واحد ما يخرج حتى التليفون مقفلوه. هذه كل استاذ لا بصح احنا كي حضرنا ما نحضرش حضرنا لل 20 حوالي 18,000 واحد اللي حضرنا لها والحمد لله مرت بسلام وانتم واقفين في امان وما عندنا حتى يعني في هذا المسابقة ككل هذه في 66 تخصص و 23 فرع وكلهم مرت بسلام وما عندنا حتى ركود يعني ما عندنا حتى يعني حاجة نمشي تشيك ولا أي حاجة في الدكتور والحمد لله. وإحنا نسعى باش تكون عندنا مصداقية هذه المؤسسة ومصداقية تاع البلاد كاملة. مصداقية المسابقة في الدكتوراه لازم تكون عندها مصداقية ما نجموش نلعبوا بالمصداقية وهي من مصداقية المؤسسة كذلك. وإحنا لن نتهاون أي حاجة توقع لن نتهاون ونستعمل كل الوسائل اللي أعطاها القانون ضد اي واحد ضد الطالب ضد الاستاذ ضد العالم ضد داخلي ام خارجي لن ولن نتعاون يعني هذا باش نقول. والحمد لله ما كان عندنا حتى لا اسمع كون يغيب لك زوز اساتذه ولا ثلاثه في دكتوراه شكون اللي يحرس لك الدكتور هذه يعني اللي تشوفوها اسهل حاجه يعني تشوفها. بصح احنا هذا لاش كاين على قلت لكم سخرناه وتسخير ما كانش دعوه للاسد لكن هناك تسخير للاسد باش ما نلعبش بالمصداقيه هذيك والله ما نخليش حاجه في الوزاره كما نقولوا بالعاميه فهمت. دونك هذه كل ويعني احنا كنا مجرمين والحمد لله كل الاساتذه كل المسؤولين على مستوى المؤسسه المجندين حتى من العام هذاك من الحارس تاع الباب برا حتى الواحد وسعينا باش يعني نسهل لكم التعرف على المؤسسه جل الناس من انا كنت كي نخرج ونلقى ذاك مبروكي الطريق هذا تاع السوداني باش نقولوا احنا البولفار هذا مبروكي نفرح نقولوا خلي البوليسيه يخدم. بصح كنت نشوف الارقام تاع لي ماتريكول هذوك من الجزائر كانت تخرج بقلبي الناس هاي مساكن تجري على ارواحها وعندنا مصداقيه والناس جات واحد يجيك من وارم باش يعقب هنا والله تراز من تلمسان مش بلين والله من الصحراء زيروسات ترانك يا اخي من اضرار يعني واش تقول انتم هذا نخليه يجي وما نعطيش مصداقيه يملك في قال الاخرى كيما نقولوا بالعاميه ندير عليه بالرصاص يا صح ولا لا كيف واحد مسكين يقتل روحه وحنا نلعبوا
ما لازمش يقول هذا، يعني هضرت كلمة ما قلتش عيب تاع الكلمة نلعبوا بصح نقولها معليش واحد ما يلعب. احنا بربي ان شاء الله نكونوا صادقين، والعلم غير السبب اللي قلت لك الولد لازم يكون صادقين، العلم ما يبناش غير السبب. دونك نشكركم وسمحوا لي طولت عليكم.